وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير من خلق من قبل آدم، نوره كان قبل آدم، ثم خلق الله وترعى هذا النور في الأسرار كما تكلمنا سابقا، هو أفضل عباد الله المعين صلى الله عليه وآله وأنصاره وكل من سار في منهجه إلى يوم الدين. ما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالصلاة فإنه سبيل الفلاح. استثمروا هذه الرحمة، رحمة الله بعبادها، فإنها هم الصالحين. وسماع عباد الله المؤمنين في وفي كل وقت وحين. يا معشر المسلمين، اعملوا هداكم الرحمن، اعلموا هداكم الرحمن ان الله بعباده رحيم. وامتن بالرحمه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. جعله رفيق القلب ليمير الجانب، فقال عنه العزيز الرحيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.